سرى عبالي مرى لخيالي سرى وجع السنين لفوا بالحنين وجع السنين لفوا بالحنين أنا من وراء جفا وناس من دفا ما بتعرف جفا من نبع الوفا عطفوا هالحمل وجع السنين لفوا بالحنين وجع السنين لفوا بالحنين لنا معدنهم الماس معدنهم الماس شربوا من الكاس شربوا من الكاس شربوا من الكاس شربوا من الكاس وجع هالسنين السنين لفوا بالحنين لناس من ورا لناس من ورا لناس من ورا سيارتي شنطتي يا لطيف يا مرا مشوار شو راح ذاكرتها للاسف الضربه على راسها كثير كانت قويه وفقدت الذاكره ونحن ما قدرانين نحدد هويتها يعني ما
أنا مسكرة أي شيء عن أهلها، عن يعني أي معلومة تساعدكم لتعرفوا مين هي؟ أبداً أبداً، رأي الطبيب إنه غلط نلح عليها ونزعجها بالأسئلة، طلب نتركها على راحتها من هو ليظهر حدا بيعرفها ويحرك شيء بذاكرتها أو يخليها تتذكر شيء أو ترجع ذاكرتها لوحدها. الله يكون بعونها المسكينة. طيب وهلا أنتوا شو رح تساووا من هون لحتى تلاقوا أهلها؟ رح نخليها بإحدى المشافي العامة من هون ليجينا بلاغ عن وحدة مفقودة أو نكمش الحرامي، وبدنا نشوف وين راحوا وراها، يعني هوية، جواز سفر، شهادة سواقة. طيب أنا فيني ساعدكم بشي؟ يعني ربما تكون حاكي عن موعدها معك لحدا من أهلها أو معارفها، يعني بجوز تكون عاطيته عنوان بيتك مثلا، يلي بقصده أي اتصال بيجيك عن زينة فورا خبرني عنه. إيه أكيد. عندك مانع أني روح المستشفى وطمن عليها؟ طبعا بالعكس، يمكن إذا شافتك تتذكر شيء. تعرف أنا بشو عم فكر؟ شو رأيك ناخذها لعندي على البناية؟ يعني بجوز لما بتشوف الحارة أو الشارع اللي وقعت فيه يعني تتنشط ذاكرتها. إيه طبعا ما في مشكلة، زينة بكامل صحتها ووعيها، وهي ما أنا محبوسة عنا، نحن مقعدين بالمستشفى لأنه ما عندها محل تروح عليه. حلو كتير، معناتها هلأ بروح لعندها المستشفى وبذكرها فيني وبحاول أقنعها أنها تروح معي، وشو بيصير بخبرك؟ رح أبعت معك المساعد باجت، بلكي بتطمن لها لأنه على الأغلب ما رح تتذكرك. مسكينة والله، الله يكون بعونها. طيب عفواً، هلأ في مجال يعني طالما زينة لا أنا مريضة ولا أنا محبوسة، يعني أنه خليها تقعد عندي بالشقة لبين ما تنحل مشكلتها؟ من حيث المبدأ ما في مشكلة، بس ليش بدك تعمل هيك؟ من باب الإنسانية مو أكتر، يعني حرام واحدة مثل زينة معلقة بالهوى، لا بتعرف أهلها ولا معها مصاري، يعني حرام نتركها هيك. مشكور أستاذ ماجد، مشكور. طبعاً وإذا ما عجب الوضع عندي بالبيت فأكيد مو صعبة إنه رجع المستشفى. مثل ما بدك. شكراً لك، شرفت أستاذ ماجد. تحياتي عن إذنك. جيب قهوة يا ابني. عفواً بعد إذنك ست زينة، أنا رح أجيب لك شوية أغراض يعني مشان تقضي وقتك هون مرتاحة لبين ما تنحل مشكلتك. أغراض شو؟ يعني خط وجهاز موبايل، وهلأ طاهر بينزل على السوق بيجيب لك شوية أكلات وشوية أواعي، شغلات بسيطة بس ضرورية. أنا ما بدي أعذبك معي، بكفي إنك خليتني نام ببيتك. الأستاذ ماجد على سلامته ما بيقصر بشي أبداً. ولو ست زينة، يعني الناس لبعضها. وعموما الرقم الارضي تبع بيت ام طاهر موجود عندك جنب التليفون، اي شيء بتحتاجيه بتدقي لها فورا وهي بخدمتك. انا ما رح اتركها، رح ضل طلطل عليها وشوف شو لازمها. كتر خيركم يا جماعه، انتم ما قصرتوا. شكراً كثير حضرة المساعد، عزبناك معنا. ولا يهمك، شو بيلزمك خبرني. على راسي والله ما بتقصر. الله سلام. الله معك، مع السلامة. شكراً. اسمعوا انتو اثنين، ما بدي حدا يضرب اللي عم بيصيرها. كل البناية دريانة فيها وكل البناية عم تحكي فيها. لك يا أم طاهر، قصدي على هالكام غرض اللي رح نجيبهم للمخلوقة، وخصوصي انه هي دفتي أجار سلف لشهرين. بس مصرية ما بيكفي. بس خلص طاهر، بلا بس بس هيك. هلا فهمت. إذا سألت الست فاتن. الست فاتن اتركيها علي، امسكي هاي المصاري بتنزلي على السوق بتجيبي لك كم غيار لبس المخلوقة، وانت بتنزل على السوبر ماركت بتجيب قهوة، شاي، رز، معلبات إلى آخره. ماشي؟ وجيب لها خط موبايل؟ لا، عندي موبايل بالبيت، ركب له شريحة وبعطيها إياه. يلا بسرعة انزلوا. يلا يلا تحركوا تحركوا. Thank you.
الله ستر، يعني لو ما لقوا معها مصاري بجيبتها كنت تبهدلت. وقديش لقوا مصاري بجيبتها؟ ما بعرف، وما حبيت اسأله للرائد كريم، يعني هو اللي تصرف بالمصاري. قديش رح تسع جيبتها؟ شو بيعرفك، بجوز المصاري اللي معها بالأمن الصعبة. هلا بحق له للرائد يتصرف فيهم؟ هلا إذا أخذ إذن من معلمه أو من النيابة أو من القاضي بحق له. إيه، قديش رح يضاينوها؟ شهر شهرين ثلاثة وبعدين بدهم يخلصوا المصاري، شو رح تساوي بحالها؟ شو بعرفني؟ المهم أنا اتفقت مع الرائد كريم، قلت له طول ما عم تدفع أجار البيت وخليها فيه، غير هيك ما بيمشي الحال. صحيح، قديش حسبت لها النهار؟ حسبت لها شهري، إيه شهري، يعني مو يومي. وبعدين قلت له للرائد كريم إنه هيك رح راعيك لأنه أنا ما صدقت يقبل مني خدمة. أي الله يجزيك الخير، الله يشفيها ويعافيها قبل ما يخلصوا مصاريها. إن شاء الله، الله يشفيها يا رب. تشرب مي كمان؟ شو طبختينا اليوم؟ وحدة انقطعت أخبارها، إذا بيكونوا أهلها بآخر الدنيا لازم يجوا ويسألوا عنا، إلا إذا كانت ما بتحكي معهم مثلاً. العلم عند الله. دخلك؟ شلون شفتي لي اياها؟ ما فهمت قصدي. يعني المرأة آدمية محترمة ولا؟ لا والله، بنت باين عليها بنت عالم وناس، دمعها ما عم ينشف عن خدها من كتر مصاير فيها، الله يكون بعونها. مطاهر، هلا بس تخلصي الطبخة اسكبي لها صحن محرز وخدي لها اياه، وكل ما طبخنا ابعتي لها سكبة. شوفيها إذا محتاجة أي شيء ليلي بعطيكي وإنتي خدي لها ياهون، بس لا تقلي لأنه مني، أنا خليني على جنب. الله يجزيكي الخير يا أم حازم. زينة، معقول تضلي حابسة حالك هيك هي الحبسة بالبيت ليل نهار، لا فوتي ولا طلعة؟ وين بدي روح؟ يا أختي منطلع منتمشى بهالشارع، منروح منقعد بشي كافيتيريا، لك إذا بدك منروح منقعد على شي مقعد بشي جنينة، أحسن ما تضلي قاعدة بالبيت. زينة، هي الحبسة بالبيت مو منيحة مشان نفسيتك، لازم تطلعي هيك تنشطي جسمك شوي. والله أنا خجلانة منكم كلكم، ما بعرف كيف بدي رد لكم اللي عم تعملوه معي. هي علينا بقى، على أساس شو هالشغلة الكبيرة اللي عم نعملها؟ بكفي اللي عمله صاحب البيت، الله يخلي له عيلته، هذا الزلمة قليل اللي تلاقي مثله. هلأ مو هذا المهم، المهم أنت تكوني أحسن. يلا قومي خلينا نتمشى شوي، الجو حلو برا، بلا غلاظة. ايوه، وفيني اعرف ليش حابه تتعرفي عليها؟ من باب الفضول، عندك مشكلة؟ لا ما عندي مشكلة، بس لا تكتري عليها الأسئلة مشان ما تتضايق. وانت ليش حريص عليها كل هالقد؟ لك مو انا، الدكتور قايل للشرطة لا تلحوا عليها بالأسئلة كثير مشان ما تتعب اعصابها، المخلوقة بحكم المريضة. ايه فهمت فهمت، هن كلمتين مرحبا بخاطرك. ما في مشكلة، مع اني ماني مقتنع، يعني ماني شايف ضروره لهالتعارف. ايه معك معك بتقتنع. حاسه حالي عم بسبح بفضا واسع وماتم، في نجوم بس نجوم بعيده،
ضوى يا دوب مبين، فضا واسع له أول وما له آخر. ما عرفاني ليه أنت بتضل هيك. والله ما بعرف شو بدي قلك، يعني بس قصتك صعبة كتير. إيه قصتي صعبة. طب مالك متذكرة ليش كنتي بدك تستأجري البيت؟ يعني إذا جاية زيارة على البلد مالك متذكرة إنه في حدا جاي معي؟ تذكري. ولا شي، عم قلك عتمة كتير. والله ما بعرف شو بدي قلك. بتعرفي شو؟ لازم أنا وياك نصير نروح نمشي بالشوارع، يعني بركي بتلاقي لك شي شغلة هيك تذكرك، بركي بتلاقي لك شي حدا بيعرفك. قصدك ندور بلا ما نعرف على شو؟ اي كلامي وارد كتير، صدقيني ما في مرة بروح فيها بمشي بالسوق إلا ما بلاقي ألف حدا بعرفه، شي من رفقاتي، شي من قرايبيني، شي من جيراننا، يعني هيك. هي أنا ما عندي مشكلة، بجرب ولو إني حاسة إني ما رح استفيد شي. شبه شو صار لك؟ المخلوقة فادي الذاكرة، مو مجنونة، مو مسترة. ايه يا خوفي، يا خوفي تطلع عم تسلبها وراها شي قصة. لك لا تعملي لي مثل أبو عمار، قصة شو؟ بعدين شو دخلنا؟ الشرطة هي المتولاة يا مرة. حاجي أنت لك دقيت أنا لو بدها ترد كان ترديت. بعدين بكرة بتطلع يا هربانة من جوزها يا هربانة من أهلها. لك شو بدنا بالناس لحنا؟ طص طفل. شو بدنا نعمل هلا؟ نرجع البيت ولا نفوت لعند ميس وشادي؟ ولا شو؟ بدي اشرب قهوة عن ميس لبين ما تشرف الخانو. جبك كم مرة بدك تدق وراي؟ شو بك فاتن؟ ايدك بتخبط. فاتن ما في فائدة من شيء، كل شيء عم نعمله ما له طعمة. الفيسبوك متذكرتي؟ ايه متذكرته. يا عيني عليكي، شو رأيك نحط صورتك على صفحتي؟ أو أقول لك منحطها على شي صفحة معروفة على الفيسبوك وهن بيقولوا عنك. لا تكملي، بدك العالم يقولوا عني مجنونة أو ولد صغير ضايع؟ هلا يمكن يكون هذا هو الحل، بس أنتي متخيلة حجم الفضيحة؟ نص الناس رح يفكروني مجنونة، ما رح يفرقوا بين الجنان وبين فقدان الذاكرة. زينة مرضك ماله فضيحة، بعدين اللي صار معك هو لا بإيدك ولا بإرادتك، مثله مثل أي مرض، مين هذا اللي بده يلومك؟ وبرأيك العالم رح تفهم هذا الشيء؟
أنا ما بعرف مين العالم اللي كنت عايشة معه. أساساً ما بعرف ليش لهلا ما حدا فيهم سأل عني. رجعنا أوادم، ما بحسهم من هدول النوعية اللي عينهم زايغة لبرا. إيه بعرف إنهم أوادم، بس إلهم كم حركة زعرنة؟ يعني ناكتة، ما لها طعمة، شفت حركاتهم وقت إجا فريق كرة السلة، وقت اللي إجت هاي البطيخة فيفيان، ما في شي بخوف. حبيبتي، هون الوضع مختلف، البنت فاقدة ذاكرتها، صفحة بيضة، طفلة صغيرة، بتعرفي شو يعني طفلة صغيرة؟ يعني هلا بتبلش شفقة، بعدين بتصير حب. هلا هي الحق معك فيها. دخليك شو بدي اسألك؟ هي البنت حلوة أنا ما شفتها. لا ما شفتها أنا كمان، مرقت لعندها كذا مرة، دقيت عليها ما حدا رد. يعني أنا بصراحة كنت جاي إلا إنه أنا موجودة وبقوة كمان. أيوة. طيب شو بدي أقول لك؟ ركزي معي منيح. حبيبتي الرجال وقت بده يتجوز على مرته بتبلش معه القصة هيك، حنان وشفقة وعطف، هذا الحكي اللي بلا طعمة. أنا حبيت أحطك بالصورة بس إيه؟ ليش هيك خوفتيني؟ لا 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 تخافي، طولي بالك، يلا انا قايمه. بس شوف شادي بكون جاع حبيبتي، طمني. هعمل لك قهوه بطريقي. طمني، الله لا يوفقك. خليتي الفاري يلعب بعبي بزياده. ما باخذ منك ولا فرنك. ليش مكبرة القصة؟ عادي والله عادي، بس يرجعوا مصاريكي رجعي لي. صارت العالم تتصدق علي لهون وصلت فيني. أمور كتير على حالي، ما بعرف شو بده يصير فيني لسه. يا ستي تبريون دين بيلزموكي المعيشة، مو بس أكل وشرب. من مين هدول المصاري؟ منك؟ ليش سكتتي؟ شو بتفرق؟ إذا مني أو من غيري؟ بلا تفرق معي كتير. صاحب البيت هو اللي بعت هدول المصاري؟ صاحب البيت ماله فيهم ولا فرنك. لك كان من مين؟ إذا ما بتقلي لي من مين ما رح أخذ منهم شيء. في كم بيت بالبناية؟ كم بيت؟ عاملين لي لمية؟ وصلت القصة فيني لهون؟ طولي بالك، شبك عملتي للقصة إيدين ورجلين؟ هدول بدك قدن ثلاث مرات لتجيبي شيء الضروري الضروري وعلى الخفيف. ابعت لبنى معك على السوق، بتعرف بالات بتاخذ العقل، البالات بتنفتح على وشها. يا ريتها شاطره بالدراسه قد ما لها شاطره بفتح البالات. <تصفيق
وللبنان؟ هيك ببساطة وبلحظة واحدة بتنسي من أنا وشو علاقتي فيكي؟ سارة مو هيك الحكي، بس حطي حالك مكاني. شو كنتي عملتي؟ ايه يا ستي، مستعدة حط حالي مكانك. كنت شو ما شفت وشو ما سمعت ما رح صدق. كنت رح اجي اسألك إلك وكنت رح صدقك. بتعرفي ليش؟ ليش؟ لأنك لبنى. حقك علي، أنا آسفة. اعتذري كمان لحتى سامحك. ايش بدك تزلينا؟ خلص آسفة. وأنا قبلت الاعتذار. تضربي مؤغلصك إيه؟ لبنى، زينب بدها تنزل على السوق، بدك تنزلي مع السعدية. أهلين سارة، خديها على البالة الظريفة. شكلها ما رجعت لخانم لهلا. ايه بعرف انه هي مريضة، مش شكلها عم تعمل سياحة واصطياف. خلينا. ايه بعرف انه فاقد الذاكرة ومانا مجنونة، بس الفائد ذاكرته ما في حدا يروح لعنده، مو هيك؟ خلص مو مشكلة، نرجع لعنده بعدين غير مرة. تفضل. هذا اللي بدي اقوله. أنا رايحة أسأل أم طاهر. يا حرام على اللي صار فيها لهالبنت، والله ما بتستاهله. تخيل انه انسرقوا كل اغراضها، سيارتها ومصاريها. بس انا اللي مستغربته انه من وين عم تجيب المصاري لحتى تصرف. ما بعرف، بس هي عم تصرف مصاريها وتبعزقها ولا على شيء ضروري؟ هلا انا اللي شفته انه عم تصرف بس على الشيء الضروري. طيب وليش مستغربه؟ مستغربة لأنه ما معها مصاري. معقول يكون حدا عم يعطيها؟ ماجد مثلا؟ ما. ولا عمو أبو حازم؟ ليكون شادي من ورا مرته. اسمعي لديك، الله ما بينسى حدا. سارة، المي بتكون نشفت، قومي اعملي القهوة ومنصفى نبيع الفناجين، صرنا ساعة. اي والله اللي صار فيها ما بتمنى لعدوي. رح تقومي ساويه انت ولا انا اقوم ساويه؟ لا انا قايمه ساوي لك يا عالم. عجزة عن شكرك، ما بعرف كيف بدي رد الجميل لك كل هالعالم اللي عم تساعدني. لا ولو، لا تحكي هالحكي، احنا ما عملنا شيء، ما عملنا غير الواجب. وأماني أماني، أي شيء بتحتاجي دغري خبريني. أكيد، نحن أخوات. إيه طبعا أخوات وأعز والله. أنا الصراحة كنت حابة أتعرف على مدامتك. أيوه، وهي كمان كتير حابة تتعرف عليك. سلم لي على المدام كتير. إن شاء الله إن شاء الله. تصبح على خير. الله معك، مع السلامة.
زينة 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 غني علينا. شو حبيبتي مطولة بالحمام اشتقت لك. المرحبا المرحبا، شو منخسر إذا منقولها لبعض؟ هلا كلمة مرحبا إذا ما رح تقدم ولا رح تأخر، ليش مصر عليها أنت؟ عن جد سارة عم تحكي؟ تسمع نصيحتي؟ ما أكيد، لكن ليش جاي لعندك؟ تركها للبنى بحالها، لا بقى تضل تلاحقها، إذا ضليت عم تلاحقها بهي الطريقة رح تصير تهرب منك. همام اسمع مني، تركها خلي كلمة المرحبا تطلع منها إلها، إلا إذا الموال القديم لسعته ببالك. أنا موال؟ ما في لا موال ولا شيء. لبنى جديد طالعة من القصة، ليش لترجع تفتح عليها أبواب ما لها فيها؟ حرام عليك. فأنا لا عم بفتح أبواب ولا عم غني مواويل، المشكلة أهلي. هذا الحكي لبنى ما إلها علاقة فيه، بعدين موقف أهلك معروف من زمان. همام إذا بتعزني لا تجرحها. عمي همام ساوي لكم فنجان قهوة؟ لا عمي صحة يسلم إيديك. أهلين ست زينة. أنا مو ست ولا شي، حاجة تقليلي ست زينة، أنتوا قلتولي إنه اسمي زينة، ناديلي زينة وبس. شبكي؟ ليش معصبة؟ لأنه أنا ما عاد أقدر أتحمل حياتي هيك. ما فهمت. بدي أشتغل. تشتغلي؟ إيه بدي أشتغل. ليش أنتي متذكرة شو كنتي تشتغلي قبل ما؟ لا ومو مهم، المهم إنه أنا هلأ بدي أشتغل. اشتغلي شو عليه؟ بتتسلي؟ شو حابة تشتغلي؟ مثلك بشتغل بالبناية هون أو بشتغل ببناية تانية بنظف بيوت. انتي صار لعقلك شي؟ لا. لازم شي يوقف بطريقه. زينة 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 غالية علينا زي ضيعنينا. زينة 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 زينة. دخلك؟ المستأجرة اللي أخذ بيتنا رجعت لذاكرتها؟ لا والله المسكينة لسه ما رجعت لها. شو كان اسمها؟ ها؟ شو كان اسمها؟ مين؟ المستأجرة. ها إيه كان اسمها زينة 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 زينة, زينة.
زينة. ايه زينة. فاتن شي؟ شو هاي وين؟ بالسما يعني؟ على شو؟ على شاطئ النيل انت والمصاري لقوها بجيبتك وسلموها للشرطة؟ أنو مصاري؟ أنا ما بعرف عن شو عم تحكي. يا حبيبتي يا حرام، يعني أنتي قاعدة ببيتنا ببلاش؟ جوزك كتر خيره هو يلي حكى مع الشرطة مشان يقبلوا يقعدوني هون، وصراحة أهل البناية كلهم ما قصروا معي، وأنا ما بعرف شو بدي ساوي. شو؟ شو تساوي؟ بتضب اغراضك وبتنقلعي برا البيت. مدام الله يوفقك، بس تعطيني 10 دقايق لبدل نفسي وبعدها بطلع. شوفي عم تكذب علي؟ عم تكذب علي يا ماجد؟ طولي بالك فاتن، طولي بالك لنتفاهم. لا بدي اتفاهم معك ولا اسمعك. لك بس فهميني، انا بشغلطت. القصة واضحة مثل عين الشمس. أساساً أنا مو مصدقة إنه هاي المرة مريضة، كل هذا الفيلم بس لتضحك علي؟ يا ريت يا مدام، يا ريت يكون كل يلي أنا فيه كذبة. جوزك إنسان محترم وأنا ما شفت منه غير كل خير. أنا بترجاكي لا تعملي مشكلة بينك وبينه. بكفيني يلي أنا فيه، ما بدي أحس بتأنيب الضمير. لا تخربي بيتك وبيته، بترجاكي. لك كان فيكي تتركينا بحالنا؟ حاضر، بس اعطيني 10 دقايق بدل تيابي وبطلع. Thank you.
شبك الزينة؟ شو بلونك مخطوف؟ انتي بتعرفي انه صاحب البيت كان مسكني عنده ببلاش؟ لكان ليش خبى على مرته؟ ليش حطني بهالموقف؟ سمحتي هذا الموبايل انا نسيت اعطيه، اعطيه انتي. لوين رايحة؟ امشي لعنا على البيت منلاقي حل، وإذا بدك نامي عنا. مو قلتي بدك تشتغلي معي بالبناية؟ غيرتي رأيك؟ إذا ما لقيت مكان يقويني برجع لعندك. طيب خدي هدول، خلي المصاري معك وخلي الموبايل كمان، بترجعي بعدين. ما بتعرفي شو بيصير معي. ما رح احتاجهم، خليهم معك انت، كتر خيرك ما قصرتي. زينة، زينة فاتح عبد الكريم، اسم امك زهرة، تولد 1990. ايه يمكن هي انا. هدول اخواتك. لفوا بالحنين لناس من ورا